أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي المجلة الثقافية، فأهلا ومرحبا بكم. ضمن سلسلة المحاضرات المتخصصة التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، أقيم في مكتبة الشارقة العامة نشاط فكري حول التحولات الجديدة في خدمة المعاقين بصريا، فلنتابع. فرب أعمى مبصر الإحساس بالمخاطر، ورب من يبصر بالعينين أعمى الخاطر. ليس العمى عمى العيون بل عمى البصائر. ما أخذ الله من امرئ نعمة إلا وأسبغ عليه وافر النعم. وعادل الزمر يفيض قلبه بالنور ويمتلئ فكره بالأضواء التي تزيح كتل الظلام من نفسه. التحولات الجديدة في خدمة المعاقين بصرياً عنوان المحاضرة التي نظمتها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بحضور رئيسها عبد الله محمد العويس في مكتبة الشارقة العامة. قدم للمحاضرة عبد الله المناعي مدير إدارة الشؤون الإدارية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، الذي تضمنت كلمته رؤية الدائرة في تنظيم محاضرات متخصصة تحقيقا لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة نحو بناء مدارك الإنسان. وبدأ عادل الزمر نائب رئيس إدارة جمعية المعاقين بصريا محاضرته من أن الزمن تجاوز نظرة المجتمعات للمعاقين بإشفاق وإحسان، ملتفتا قليلا إلى التاريخ. احنا اليوم اذا نعجب ونقدر يعني ونسجل اعجابنا ببعض الممارسات لمؤسسات دوليه مثلا او لبعض المنظمات في دول اوروبا او في اوطاننا العربيه، يعني تتيح شيء من امكانيه الوصول، اذا جاز التعبير، تسمى بالاكسسبيليتي باللغه الانجليزيه. فامكانيه الوصول الان تتباهى فيها الدول حقيقه يعني، ولله الحمد والمنه. ايضا الامارات فيها كثير من ما يعرف بإمكانية الوصول أو الأكسسبيليتي في كثير من المجالات، على مستوى بنتطرق لها إن شاء الله في نقاط قادمة. لكن إذا رجعنا لعمر بن عبد العزيز، يعني هذا سبق العالم حقيقة يعني، ووفر شيء أعظم عن إمكانية الوصول، وفر شخص يرافق المعاق بشكل دائم. طبعا هذا وفق الظروف المتاحة في تلك الفترة. الآن يعني يمكن لو تقول لي أنا أرفض أن يرافقني شخص كظلي لي يعني تلبية احتياجاتي الخاصة مثلا، لكن أطالب لا، أقول لك لا، بدال لا توفر لي هذا، وفر لي آلة من خلالها أو وسيلة من خلالها أقرأ وأطلع وتواصل مع الآخرين، وأنا لست بحاجة لأن أكون مرافقا لشخص أو مرافقا لي يكون في معيتي طول الوقت يعني. وتطرق الزمر إلى كثير من القضايا والمشكلات التي قد تعترض المعاقين بصرياً الذين يستخدمون طريقة برايل، ذاكراً بعض الحلول التي طرحت وساعدت على نماء هذه الطريقة. ومن هذه الحلول الOCR، يمكن بعضكم مر واستخدم الOCR في حياته. الOCR هذا يا جماعة يعني احنا الآن فقط على مفترق طرق، يعني يا أما يخدمنا في اللغة العربية بشكل قوي وإلا بنظل ما أعرف إلى متى معلقين يعني. هذا الآن في اللغة الإنجليزية يدعم اللغة الإنجليزية لحد كبير جدا، تصل إلى يمكن 98% نسبة الأكيورسي فيه أو الدقة. العربي للأسف الآن كل الحلول مطروحة بمستوى أقل من ذلك بكثير، قد تصل إلى 50-60%، وهذه إشكالية كبيرة يعني. هذا النوع من التقنية يخدمنا في أن احنا نمسح الكتاب ضوئيا، نسمع الكتاب أو نحوله إلى طريقة برايل، نقرأه من خلال نوت تيكرز أو PDA، هاي الأجهزة المحمولة، أو نحوله إلى أي فورمات آخر يناسبنا يعني. وحقيقة يعني سرد
يعني التقنيات هذه بأشكالها المتغيرة احنا نلاحظ يوميا في إضافة حقيقة. يعني اللي بيتابع في مجال التحولات، أنا الآن ما أتابع شو يستجد في عالم المكفوفين أمانة، يعني قلت متابعتي كثير. ليش؟ لأن كثير من الأجهزة هذه تعمل بمبدأ المينستريم، خلاص يعني موجودة لعامة الناس، ويوم تتطور هي تتطور معها الخدمات المصاحبة يعني الموجودة. وتحدث الزمر عن تجربته الخاصة في استخدام الأجهزة الإلكترونية واستقبال وإرسال البريد الإلكتروني والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت عبر جهاز خاص يستخدمه، ورد في ختام المحاضرة على بعض الأسئلة والاستفسارات. الإي فورمات احنا نقراها الآن بأي يعني كثير من الصيغ الآن بدينا نتعرف عليها، صيغ الوورد، الHTML، الTXT، بعض الPDF فايل. بس الPDF هذا أنا حقيقة أسميه عدوي، لأن شو يسوون أحيانا أحد كثير من الناس حقيقة يستسهل أن بعد ما يعمل PDF يعالجه من خلال OCR، يحفظه as image كصورة، ولما تعطوني إياه كصورة أفتحه من خلال الأجهزة هذه أو على الآيفون، أو الجهاز يتعامل مع صورة، فأنا ما في عندي كاركترز، ما في عندي قيم، هو كل حرف في الحقيقة له قيمة يعني كاركترز. الآن السوفت كوبي هذا متوفر، وبدأ إذا وأنا في حديثي ذكرت أن المكتبات الأونلاين معتمدة حقيقة قائمة على الـ الإي فورمات. الإي بوب 3 انتشرت هاي الآن يا جماعة، وصار من خلال بتلاقونها مثلا كتب الآيفون للآي بوك، الآن لو تدخلون هاي معتمدة على الإي بوب 3 ومصدرها إي بوب 3 أصلا يعني. فهذا الفرق دكتور يعني ما بين الإي فورمات والهارد والسوفت فورمات والهارد فورمات يعني. وقام سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بتكريم عادل الزمر، كما قام الزمر بإهداء الدائرة تسجيلا صوتيا لكتاب سرد الذات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وكتابا آخر كهدية من جمعية المكفوفين لمكتبة الشارقة مكتوبا بطريقة برايل لكتاب سرد الذات أيضا. فيك أين وأنت فيا، وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم. وورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زائره والنيل. الناس بدي تفهم بعض الكلمات لأنها صارت تشاهد. سيبقى المسرح ما بقي الإنسان. المبدع عادة يحاول أن يجد مدينة فاضلة في ذاكرته. نرجو أن نرقى لمستوى اهتمامكم وأن نحاول أن ندون بدقة شهاداتنا فوق السطر ما أمكن، أن نكون دقيقين ما أمكن. فن الشعر والعروض هو عنوان الورشة التخصصية التي انطلقت هذا الأسبوع هنا في بيت الشعر في الشارقة، والتي تستمر من 23 من مارس الذي يصادف اليوم العالمي للشعر، فلنتابع بعض جوانب هذه الورشة. فن الشعر والعروض عنوان هذه الورشة التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام في بيت الشعر بين 23 من مارس، وجاء الافتتاح بحضور محمد البريكي مدير بيت الشعر والشاعر طلال سالم والمشرفين على الورشة وعدد من المشاركين فيها.
وافتتحت الورشة بكلمة لمدير بيت الشعر تطرق فيها إلى الدور الذي يقوم به البيت منذ افتتاحه في 1997 ليكون منبرا من منابر الحركة الثقافية في الإمارات ويحتضن كل الاتجاهات الشعر. هذه الورشة لها أهمية كبيرة، هي يعني تنقسم إلى شقين كما يعني أشرنا من مسماها فن الشعر والعروض، ويعني لو تطرقنا إلى التعريف هذا لعرفنا وفهمنا ما هو المقصود من هذه الورشة. هي المستهدف فيها من يحب أن يتعرف أكثر على فنيات القصيدة، ومن يحب أيضا أن يتعرف على البحور والقوافي وهذا العلم الواسع، وكما يسمى بحر، فهو بحر واسع وبحر يحتاج إلى يعني كثير من المحاضرات وكثير من الدراسات للتعرف عليه والاقتراب منه. ففنيات القصيدة محتاج إلى كل شاعر حتى يكتب قصيدة ناضجة تحتوي على فنيات عالية، تحتوي على صورة، تحتوي على خيال، تحتوي على لغة جميلة، تحتوي على ثقافة نص عالي أيضا، يعني تكون في قالب يعني منظم، قالب يعني غير مخل بها. يحتاج إلى، نحن كلنا نحتاج إلى هذا العلم. تنقسم الورشة إلى قسمين، فن وعروض، وكلاهما له دلالاته الخاصة وارتباطه بالقصيدة. ومن بين المستهدفين في هذه الورشة محبون للشعر وهواة وباحثون ونقاد وحتى شعراء لهم تجاربهم، ولكنهم أرادوا الاستفادة والاستزادة. ولكن ما هو دور بيت الشعر بعد انتهاء الورشة؟ الورشة نفسها هي نعتبرها يعني المحاضرات اللي فيها محاضرات تطبيقية، من خلال هذه المحاضرات نكتشف هذه المواهب، نكتشف ما لديه طاقات جميلة. عملية استكشاف هي مبدئية لبعض المواهب. من خلال هذه الورشة لو اكتشفنا أن هناك مواهب فعلا حقيقية، دور بيت الشعر هذا هو دوره، دوره أن يواصل مع هؤلاء، يواصل من خلال هذه الورشة وما بعدها، يواصل يعطيهم الفرصة، فرصة الأخرى حتى يتأهلوا ويصبحوا شعراء، يشاركون في أمسيات داخلية ثم يشاركون في مهرجانات وغيرها. إن شاء الله هذا ما نأمله، يعني أنهم يتطورون، يعني يتعلمون هذه الورشة ويتطور مستواهم الفني ومستواهم في العروض وغيرها. يعني الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية ألقى محاضرة في ورشة فن الشعر والعروض، عرج فيها على كثير من الأمور الضرورية للشاعر، كاشفا بعض أسرار عالم الشعر الفسيح. يجب أيضا أن ندرك ما معنى المثقف أو الثقافة، وما معنى صاحب الفكر، لأن سنواجه هذه القضية أو القضية. أنت كشاعر ربما تحمل قضية ثقافة، نشر ثقافة، وربما تحمل قضية نشر فكر، وربما تكون لديك رسالة علمية. لكي أدرك بأن هذا إنسان مثقف، الثقافة لها تعريفات عديدة ولا يوجد تعريف محدد، اللهم إلا من يقول بأنها فن إدارة الحياة، ومن يقول بأنها أن تأخذ من كل شيء شيء، من كل علم تأخذ شيء يفيدك في الحياة. أما الفكر فهي أن تأخذ كل شيء من شيء، والمفكر دائما أو صاحب الفكر دائما يريد أن يستقطب بخطابه الجميع من أجل أن يؤمن بفكرة، ربما مصادر، لكن هذا عند سعة. العلم معرفة معينة تؤخذ من إنسان متخصص في جانب معين من المعرفة. أيضا هذه قضايا ضرورية جدا جدا، يجب حتى على الشاعر. الشاعر هل يكون الشاعر في قضاياه حامل ثقافة؟ هل حامل فكر؟ هل حامل علم؟ أنا أعتقد أن رسالته تحثم عليه أن يكون شمولي في هذه الجوانب. وبدوره تطرق الناقد الدكتور صالح حويدي في محاضرته إلى دور الشاعر وأهميته منذ العصور القديمة، وإلى تطور الشعر حتى وصل إلى التفعيل وحتى النثر في هذا العصر. عندنا نحن العرب يعني ما زلنا نتجادل عن الشعر منذ الأيام المتنبي وربما قبله، ومنذ أبي تمام وبعده، ومنذ أن ظهر ما سمي بالشعر الحر الذي استقر تسمية
على نحو أدق فيما سمي بشعر التفعيلة، ثم فيما بعد أو ربما قبل ذلك شعر مدرسة أبولو الذي أثار أيضا جدلا واسعا، ثم النقلة المفصلية أو التي بدت هكذا نتيجة للتطور الطبيعي، النقلة المفصلية التي عرفت بقصيدة النثر، والتي أيضا استمر فيها الخلاف ولكن على نحو أوضح وأوسع وأعمق، لأن التحول فيها كان تحولا بدا لكثيرين، ولا سيما من تربوا على ذائقة شعرية على مدى قرون، ذائقة شعرية أصبحت جزءا من وجدانهم. وإذن هذا الخلاف حتى اليوم هو قائم، لا نستطيع في الحقيقة أن نحله. في الفن وفي الأدب ليست هناك حلول جذرية وليست هناك حقائق. إن بيت الشعر في الشارقة يوزع الألق في كل مكان، وهو مفتوح على كافة التجارب الشعرية، حيث إنه أصبح مدرسة ذات صيت واسع، ويعد من البيوت القلائل في الوطن العربي التي تعيد للشعر رونقه واعتباره ومجده التليد. هو بيت الشعر مفتوح للجميع وفي أي وقت، بإمكان أي شخص يتواصل معنا في أي وقت، وإن شاء الله أن نحن يعني طموحنا أن هذه الورشة تستمر سنويا إن شاء الله، وتستمر من خلال تجديدنا لها في كل عام، نجدد محاورها ونجدد على أن نبقي على الأساسيات في هذه الورشة، ثم نطور بعض المحاور التي يعني تنمي ويعني تفيد وتثري هذه الورشة. ففي كل وقت المجال مفتوح، وهذه الورشة يعني ورشة مجانية مثل ما ذكرت. هذا البيت بيت مدعوم من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، ويعني لذلك هذا البيت يقدم خدمات يعني لا تعد ولا تحصى مجانية. يواصل منتدى الأحد الثقافي الذي ينظمه قسم الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، يواصل عقد لقاءاته الثقافية الأسبوعية، وهذا الأسبوع كان الخطاب الإذاعي مسموعاً في رحابه. الخطاب الإذاعي في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات هو موضوع منتدى الأحد الثقافي الذي قدمه محمد غانم في مجلس معهد الشارقة للفنون المسرحية. حضر المنتدى محمد القصير رئيس قسم الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ونخبة من المهتمين بالشأن الإذاعي والإعلامي بصفة عامة. وفي حديثه حول الموضوع تطرق عبدالله الهدي رئيس تحرير مجلة الندبة إلى الخطابة وتأثيرها في الاتجاهات الفكرية والثقافية، منتقلا بعد ذلك للحديث عن الخطاب الإذاعي وتأسيس الإذاعة في الإمارات. الإذاعات المحلية 1961 كان راشد بن أذكر اسمه بالضبط 61 نعم راشد بن عبد الرحمن بن حمضة في عجمان، كان هذا يشتغل في السعودية، وطبعا آبائنا كانوا يعني بحثا عن قبل البترول في الإمارات يا أما الدمام في السعودية أو البحرين أو الكويت. فاشتغل هذا الإنسان كان يصلح راديوهات ويصلح ساعات في الدمام، أتى إلى البلد حب ينشأ إذاعة محلية بجهودها الخاصة، جهاز عادي على البطاريات على كذا على أريل، واستطاع أن يبث كل يوم 3 ساعات، واستمرت هذه الإذاعة لمدة 3 سنوات. كان يبث فيها الأغاني اسطوانات عبد الحليم، كان يبث أغاني أم كلثوم، كان يبث حمدان الوطني،
بعض الاسماء المحليه هنا الفنانين وسوالف الشياب اللي كان يجمعهم عنده ويكتبها ويذيعها. اذا هذه مؤشر خاص، يعني حتى لو انتقلت الى الجانب الاخر، عفوا الى الجانب الصحافه، يعني قصه ظريفه جدا اللي صاحب المطعم ظاهري في 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 العين لما اراد ان يسوق للحمص الدانجو زين، سمى مجله اسمها النخيه، كتبها على طاس وجريده وعلقها وتداولتها الناس، بعد ذلك شجعته ان يعمل يستنسخ منها وجريده. اذا هذه دلاله واضحه على ان اذا اعطيت الفرصه او اعطي الفكر لكل من يقطن في هذه الارض ستجده يوم بعد اخر يبدا. إن الحديث عن بدايات البث الإذاعي حديث ذو شجون، والحكايات التي تستعاد الآن بعد القفزات الهائلة في دنيا الإذاعة تكاد تشبه الأساطير، وقد توقف الهادية الذي هو معد ومقدم للبرامج الإذاعية والتلفزيونية عند بعض محطات مسيرة الإذاعة في الإمارات. الإذاعة الرسمية التي كانت في الإمارات هي صوت الساحل من الشارقة، 64 كانت في المرقاب في القاعدة البريطانية، وقدر الشارقة هنا لابد من الإشارة أن تكون هي مثل ما يسميها صاحب السمو الشيخ وطال منابع العز، أنا أعتقد أنها هي فعلا منابع العز والثقافة منبع من منابع العز. أنا إذا أعود في الذاكرة بأن أول مهرجان تسوق أحياء للمهرجانات الجاهلية كان في الشارقة، أول سوق بمعنى سوق بمعنى مركز تجاري كان في الشارقة، أول حديقة كانت المنتزه، كل الإمارات كانت تجتمع يوم الجمعة والخميس في الشارقة حتى وإحنا يعني في ريعان العمر. لذلك كانت هذه الإذاعة لها دورها صحية بإدارة بريطانية، ولكن اهتمت بالجانب المحلي خلال يعني لأن تلك الفترة كانت تتطلب. وبقي لدينا القليل من الوقت قبل أن نودعكم، نستمع فيه إلى قليل من الشعر وبعض الموسيقى، الشعر لميخائيل نعيمة والموسيقى لنصير شمة وإحدى إبداعاته في دبي. مرسل الألحان من عوده سحرا يهيج الصب حتى الجنون، إما رأيت الرأس من انحنى والعين غابت تحت ستر الجفون، فلا تقل ذي حال والهاني. لست بالولهان يا صاحبي، فالقلب مني جامد كالجريد، لكنني مصغ لنفسي ففي نفسي أوتار وفيها نشيد، فاضرب ودعني بين ألحاني.
وبهذا نودعكم على أمل اللقاء بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.